مانجايا غلبت كل أنواع المانجا اللي في سوق العبور، تحتار فيها لو قررت تاكلها، أصلها كل يوم تحلو أكتر من اليوم اللي كان قبله. وعشانها جميل عوض وجوزها قطعوا شهر العسل، ونادي السباعي اللي قررت تخرج من أحزانها وترقص لها، كل الفنانين اللي حضروا غنوا لها، ممنوع الألوان الفاتحة، والحفلة اتعملت في الضلمة، مشاهد مثيرة من حفلة عيد ميلاد الفنانة منة شلبي. يا ترى عملت عيد ميلادها فين؟ مين الفنانين اللي حضروا عيد ميلادها؟ ايه هي كواليس الحفلة؟ ازاي كانت اجمل من كل مرة طلت فيها على الجمهور؟ ازاي بقى الحلاوة دي كلها مش لاقي عريس لحد دلوقتي؟ يلا بينا نعرف القصة كاملة في الفيديو ده، بس اهم حاجة خليكم متابعين معانا للنهاية. من جاية الوسط الفني منة شلبي، هو ده اللقب اللي كل صحابها المقربين عارفينه عنها، شمعة جديدة من عمرها نورت الساعات اللي فاتت بعد ما ودعت سنة قديمة ودخلت سنة جديدة. طبعا دي المانجا بتاعت الفن، فالأكيد ان لا يمكن عيد ميلادها يعدي كده. الموضوع ما وقفش عند اصحابها اللي بيهنوها بكم صورة او فيديو على السوشيال ميديا وخلاص، لا، دي عملت حفلة عيد ميلاد كبيرة جدا، كل اللي يشوفها يقول كل ده حب يا ست منة، ما تسيبي شوية للحبايب. بس هي رزقها في صحابها اللي بيحبوها بجد، حجزت مكان مميز في كافيه شيك جدا. طبعا الحجز مش ترابيزة او اتنين، الكافيه كله كان بتاعها اليوم ده، وده علشان تاخد راحتها هي واصدقائها ومحدش ياخد لها صورة غير الصحاب وبس. تخيلوا حتى اللي شغالين في الكافيه قالت لهم ممنوع حد يصور اي صورة وقت الحفلة. والغريب انها ما عملتش زي كل الناس في اعياد ميلادهم وزينت الكافيه وجابت بلالين وورد، لا، هي اكتفت بس بالورد الاخضر اللي كان موجود في الكافيه. طبعا منة شلبي كانت في منتهى الشياكة في عيد ميلادها، لبست فستان اسود بنص كم قصير فوق الركبة. الجميلة دي بقى سابت شعرها مفروض على ظهرها وكان مموج، وحطت مكياج بسيط، بس الروج كان جريء شوية، كان لونه أحمر غامق، وده عشان يناسب اللون الأسود اللي هي كانت لابساه. دخلت منة شلبي الكافيه لقت نص نجوم الوسط الفني مستنيينها، منتج على مؤلف على مخرجين على فنانين كتير جدا، وكان من أبرزهم الفنانة ناهد السباعي صاحبتها الأنتيم، ومنة القيعي، والفنان أكرم حسني، وعصام عمر، ونور النبوي، وصاحبها المفضل محمد شاهين قريب الفنانة إلهام شاهين اللي دايما بيحتفل بعيد ميلادها ومعاها على الحلوة والمرة. كل دول بقى كانوا لابسين أسود علشان يعملوا ماتشنج حلو. ومفاجأة الحفلة بقى كانت الفنانة جميلة عوض وجوزها المونتير أحمد حافظ اللي سابوا شهر العسل بتاعهم ونزلوا مخصوص عشان يحضروا عيد ميلادها، لأنها برضو كانت معاهم في فرحهم وما سابتهمش لحظة واحدة، وطول الفرح كانت بترقص. ظهرت جميلة بجامب سوت أسود سواري، أما جوزها فهو الوحيد تقريبا اللي في الحفلة اللي كان لابس قميص أبيض وبنطلون أسود. اتجمعوا كلهم حوالين التورتاية الكبيرة اللي كانت مليانة شموع طويلة، ووقفت ناهد السباعي جنب منة شلبي وأخدتها في حضنها، ومن الناحية التانية وقفت جنبها جميلة عوض، وطبعا مسكت شمعة صغيرة وطفوا إضاءة الكافيه كله علشان تكون الحفلة في الضلمة وعلى ضوء الشموع. وفضلوا بقى يغنوا لها وناهد تبص لها بكل حب وترقص معاها، وطفوا الشمع، وبعدها فضلوا يتصوروا معاها وكملوا سهرتهم للصبح. غنى بقى وتنطيط وأكل. إيه بقى أنتم رأيكم في مشاهد حفل عيد ميلاد منة شلبي؟